طويلا بالتقدير والاحترام باعتباره علامة بارزة في بناء أمة وحضارة. لقد ظهرت دولة الإمارات عالميا بقدر ما تحقق من إنجازات على الصعيد الداخلي، ولا يستطيع أحد أن يتجاهل الطفرة الهائلة التي أنجزت منذ إعلان قيام الدولة في عام 1971 بقيادة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حفظه الله وإخوانه الحكام. فكان اتحاد الإمارات رخاء وعطاء. لقد أعطى صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة قطاع النقل الجوي اهتماما بالغا كسائر القطاعات الأخرى التي تسهم في دفع عجلة التنمية. لذا فقد هدفت دوائر الطيران المدني في الدولة إلى تحقيق أعلى المستويات في مجال النقل الجوي مع العمل على النهوض بها، وذلك وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها دوليا من أجل تحقيق الأهداف السامية التي رسمها صاحب السمو رئيس الدولة لدعم العملية الشمولية للتنمية ولمواكبة متطلبات العصر الحديث. وعلى هذا الأساس واكبت تطورات الطيران المدني النهضة الشاملة من أجل أن تفي بالغرض وتساهم في إبراز عمليات التحديث والإنتاج والتقدم. لقد